بشي تكسر الكرات، توحي بأنه لاعب قادم نحو الأضواء، لاعب ياسين السهل. والياسين السهل لعب في البطولة الأردنية وأيضا لعب فريق المغرب الفاسي. يوسف المصري، محمد أمين قبلي، كرة اتجاه فلاح، كرة جيدة، فلاح هذه مرة لمن؟ أي مرة ضرب راسي وهدف ممتاز ممتاز لعب جواد ودوش. جواد ودوش نحو القائم الأول وكأنه يعرف بالمقاس كيف سوف يمرر فلاح، فاتجه مسرعا نحو القائم الأول وبضربة رأسية يسجل هدف التعادل الذي استجاب له أيضا جمهور فريق الجيش الملكي بالهتاف